مرحبا بكم في النشرة الاقتصادية. أقامت هيئة البحرين للسياحة والمعارض ورشة عمل في مجال تنظيم حفلات الزواج لمجموعة من موظفي الهيئة والعاملين، يلقيها عدد من المختصين والخبراء في إطار جهود الهيئة الهادفة للترويج للمملكة كوجهة لحفلات الأفراح في سياق استراتيجيتها، والتي تستهدف بشكل أساسي السياح من المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند. وتطرقت ورشة العمل إلى تعريف المشاركين حول إمكانات المملكة والخيارات الوافرة التي تقدمها للمقبلين على الزواج في الداخل والخارج. أقفل مؤشر البحرين العام اليوم على ارتفاع قدره نحو نقطتين عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار وقطاع الصناعة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1,019,174 سهما بقيمة إجمالية قدرها 175,548 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 32 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 51% من القيمة الإجمالية للأسهم.